ولنقاش الملف السوداني ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور محمد أحمد ضوينة. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. بتزامن مع إعلان المجلس العسكري اعتقاله ضباطا في الجيش بتهمة تخطيط لتنفيذ محاولة انقلاب، كيف تقرأ إعلان المجلس العسكري عن هذه المحاولة في هذا الوقت بالذات؟ هذه المحاولة هناك مؤشرات ربما تدل أنها فعلا محاولة انقلابية فاشلة، لأن في المحاولات السابقة كان الإعلان أو المجلس العسكري لا يسمي معتقلين أو شخصيات، وبالتالي كان ممكن تكون تلك المحاولات بين الشك واليقين، لكن هذه المرة تم تسمية رئيس هيئة الأركان وهو شخصية يعني عسكرية تعتبر أنه المسؤول الثاني في المنظومة العسكرية السودانية، وبالتالي لا يمكن يكون تسمية هذا الرجل واعتقاله بدون مشكلة أو بدون جريمة ارتكبت. وكذلك تباعد المسافة أو تطويل فترة التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، أيضا هذا يؤدي إلى تدخل الثورة المضادة والقوى الخفية التي تسعى دائما لإفشال أي اتفاق بين المجلس العسكري والقوى الحرية والتغيير. رأينا ذلك في الثامن من رمضان حينما اقتربا من التوقيع ووصلا إلى نسبة 95% من بنود الاتفاق، دخلت هذه القوة وأفشلت وظهرت الأحداث في الثامن من رمضان. لكن أين تدخل، يعني أين بإمكاننا أن نضع مثل هذه المحاولات الانقلابية على المجلس العسكري؟ إلى أي مدى تظن أنها بإمكاننا إسقاطها في نقطة تصفية الحسابات؟ يعني المستفيد الأول والأخير من أي إفشال لهذه الثورة أو محاولة منع الاتفاق بين الطرفين هو النظام السابق الذي ربما يسعى بوسائل أخرى وبقوته الموجودة في الجيش وفي بعض الأجهزة الأمنية بالعودة إلى الحكم، وربما تكون هذه السيناريوهات أيضا لتعطيل العملية التفاوضية والعملية الداعية إلى تكوين حكومة مستقرة. لكن المجلس العسكري ليس من مصلحته أن يعلن عدد من الانقلابات وهمية، وإنما هذا الإعلان يضر أيضا بالمجلس العسكري لولا أن هذه المحاولة ربما تكون محاولة حقيقية لأن هنالك مدنيين. دكتور، ما تبعات هذا الحدث على المشهد السياسي السوداني في ظل استمرار التظاهرات ودعوة جديدة لقوى الحرية والتغيير للتظاهر غدا بقوة؟ بالضبط، هذا يشعل الشعب السوداني أكثر ويجعله حريص أن يخرج في مواكب ليطلب مباشرة من الأطراف المشهد السوداني أن يسرعوا عملية تكوين الحكومة الانتقالية والدخول إلى مرحلة الاستقرار الانتقالي حتى يضيعوا أي فرص لمحاولات انقلابية أو لمحاولة ثورة مضادة، لأن هذا الصمت الطويل وهذا التطويل أكيد هنالك جهات أخرى تعمل في إثارة بعض المشكلات التي تعطل المسيرة السياسية الداعية للاستقرار، وبالتالي الشعب السوداني يخرج في تظاهرات، وهذه أيضا المحاولات تستدعي من قوى الحرية والتغيير الإسراع في التفاوض مع أو إنهاء التفاوض مع الجبهة في هذا الصدد. نعم، كيف ستنعكس هذه المحاولة الانقلابية على المفاوضات الجارية حاليا في أديس أبابا بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري؟ يجعلهم يسعون جادين في الاتفاق بين مكونات قوى الحرية والتغيير والعودة إلى طاولة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي للتوافق على المرحلة الثانية وهي الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة، وبعد ذلك يبدأ التفاوض مباشرة مع الحركات المسلحة التي تحمل السلاح الآن والتي وضعوا في أديس أبابا مبادئ عامة لكيفية تحقيق اتفاق السلام مع هذه الحركات في الفترة الانتقالية، وبالتالي هذا الأمر يقتضي كل الأطراف أن ترفع من همتها العالية، فهي بذلوا جهدا كبيرا مضنيا كل الأطراف سواء كانت الجبهة الثورية أو قوى الحرية والتغيير أو المجلس العسكري أو الوساطة الإفريقية الأثيوبية. نعم، بذلوا جهدا مقدرا يحترمه الشعب السوداني، لكن يجب أن يسرعوا الخطى نحو تحقيق الاستقرار في الدولة السودانية، أن أي تراخي أو أي يعني تباعد يؤدي إلى فوضى أمنية ويؤدي إلى تدخلات وانقلابات وشيء من هذا القبيل. في ظل هذه التداعيات كيف يبدو مستقبل حل الأزمة في السودان؟ والله إرادة الشعب السوداني القوية المصرة على التواجد في الشوارع بسلمية، والشعب السوداني الآن توحد كله
خلف أن يكون هنالك استقرار عاجل وسريع وتحديد مخارج آمنة لهذا المأزق. وبالتالي الإرادة الشعبية القوية هي واحدة من الضمانات التي تجعل هذه القوة تسرع في عملية الاتفاق السياسي وتحاول بقدر الإمكان تتنازل عن كثير من نقاط الخلاف وتتفق على كثير من القضايا، لأن هم الآن خلافاتهم كلها خلافات ليست جوهرية، خلافات في كيف يحكم السودان. هذا أمر يقتضي أن نناقش وأن يتحاور الأطراف كلها. كذلك هم يريدون أن يكون تكون هذه الفترة انتقالية، فترة سلام شامل مع كل جهة تمردت على الدولة السودانية، وفترة تصافي وتعاخي بين كل القوى السياسية، وفترة تكون تشهد هدوء نسبيا في كل مجالات الحياة، كذلك في مجال الاقتصاد، لأن الشعب السوداني الآن أيضا الذي يدعوه للخروج هو مشكلات الاقتصاد والمعاش. الآن الأسعار ترتفع دائما، الدولار، بعض المشكلات الطبية الصحية، الخدمات كلها متوقفة، المجتمع متضرر. وبالتالي لا بد أن تستمر هذه المواكب وهذه المسيرات الهادرة التي تضغط على كل الأطراف خاصة المجلس العسكري بالتسريع في عملية الانتقال السلمي. شكرا جزيلا لك الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمد أحمد ضوينة، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.